السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. أخواتي حبايبي، اليوم موضوعنا هو موضوع خارج شيء اسمه كناري أو أي موضوع بخصوص الكناري. هذا موضوعنا اللي بنحكيه اليوم هو موضوع كيف تحسين تصل للألف مشترك أو لأربعة آلاف ساعة مشاهدة أو لتفعيل القناة. فقبل ما اتكلم بهذا الموضوع، قبل ما احكي، بحب اشكر كل شخص دعمني وكل شخص اشترك عندي بالقناة وكل شخص عم يشاهد فيديوهاتي. كل الحب والتقدير لكل شخص ساعدني ووقف معي لحتى وصلت لهي المرحلة. بعد رب العالمين وبعد كون انا كنت ما وصلت للمرحلة يلي هلأ انا فيها. فهي الحمد لله والشكر لرب العالمين. هي فرحة مو بس لي، هي فرحة للكل ولكل شخص ساعدني ولكل شخص وقف معي. فالمعلومات او الشغلات اللي بعرفها انا رح اقدم طبعا بعض الشغلات لاي شاب او اي اخ او اخت بدهم يفتحوا قناه مثلا جديد، تمام؟ فشو الشيء الاجراءات اللي انا ساويتها مثلا، رح اعطيهم بعض النقاط ان شاء الله لحتى الكل يستفاد مثل ما انا استفدت بعض الامور اللي نحن عملناها ان شاء الله وتعاوننا سوا لحتى وصلنا للمرحله هي. وانا بعرف اي اخ او اخت عندهم قناه مثلا صغيره، طبعا مثلا في عندهم 30 مشترك ولا 400 ولا 800 ولا عندهم مثلا 500 ساعه مشاهده او 800 ساعه مشاهده. فبتمنوا مثلا انه يحققوا اول شرطين، وهذا ان شاء الله مع الايام اخواتي بصير وبتصلوا ان شاء الله. بس الشغلة بدها شوية ارادة واستمرارية وعزيمة. يعني هلا انا مثلا اذا بدي اصل مثلا لمرحلة اني اتخطى هدول الشرطين، شو بدي اساوي مثلا؟ اول شغلة اخي الكريم، اختي الكريمة، لازم يكون عندك ارادة ويكون عندك صبر ويكون عندك استمرارية بتنزيلك الفيديوهات. هلأ في كتير أشخاص مثلا بعرفها أنا طبعا عدد المشتركين تبع مثلا قليلة وساعات المشاهدة قليلة، في مشكلة بالموضوع اللي هي مثلا ممكن ينزل بالأسبوع فيديو واحد، تمام؟ أو مثلا ممكن ينزل بالأسبوع مثلا فيديوهين. هلأ أكيد كل إنسان حسب ظروفه أو حسب وقته أو حسب استطاعته يلي هو مثلا بيحسن ينزل فيها فيديوهات. بس إذا أنت بدك تكون عندك عزيمة وعندك استمرارية بالقناة وتحصل هذا الشيء بوقت قياسي أو تفعل قناتك بوقت قياسي أو تحقق الشروط بوقت قياسي، أخي الكريم، أختي الكريمة، لازم أقل شيء إذا ممكن يوم يوم أي يوم لا تنزل فيديو. هاي أول شغلة. يعني هاي قبل اي شيء انت بتفكر في الصورة المصغرة ولا عنوان الفيديو ولا اي شيء كان مثلا، او الجودة او الاضاءة او الى اخره. اول شيء لازم يكون عندك انت استمرارية. اذا ممكن يوم يوم ايه يوم لا، اقل شيء اضعف الايمان لمدة شهرين ثلاثة شهور. طبعا فضل الله عز وجل، الحمد لله والشكر لرب العالمين، يعني وصلت للألف مشترك والأربعة آلاف ساعة مشاهدة بوقت ما نو قياسي بس الوقت حلو الحمد لله. في عالم قعدت سبعة أشهر وثمانة أشهر لحتى أنا وصلت لوصلنا له نحن الحمد لله خلال شهرين ونص أو ثلاثة أشهر. أخواتي نحن اتفقنا على النقطة اللي هي إنه أنا بدي نزل تقريبا إذا مو كل يوم يوم أي يوم لا فيديو، تمام؟ هلا في كتير عالم مثلا ممكن تسأل قديش مثلا مدة الفيديو، 4 دقايق، 8 دقايق، 10 دقايق. أخي الكريم، أنت حسب محتواك وحسب موضوعك، ما له علاقة إنه إذا كانت مثلا في كتير عالم تسألني مثلا إنه قديش مثلا نزل الفيديو أنا قديش مثلا مدته. أخي الكريم، أختي الكريمة، ما بيأثر لو نزلته 5 دقايق أو نزلته 10 دقايق أو 3 دقايق، المهم يكون المحتوى تبعك أنت ويكون عندك انت عنوان الفيديو، تمام؟ ويكون عندك انت الصورة المصغرة، يكون كل هذا الشيء عندك مثلا الإضاءة، الجودة والتصوير، كل هذا الشيء أخي الكريم متناسق عندك إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله أخي الكريم، أختي الكريمة، تحقق الشروط
يلي طالبها اليوتيوب نجي للاساسيات يلي هن انا نزلت الفيديو تمام. مثل ما اتفقنا احنا اذا مو كل يوم يوم اي يوم لا. عندك شغله اللي بعدها هي الصوره المصغره. يعني انت لما تعمل صوره مصغره قلت لك انت نزلت الفيديو اذا مو كل يوم يوم اي يوم لا. من بعدها في عندك شيء اسمه صوره مصغره. الصوره المصغره اخي الكريم بتشد المشاهد لحتى يفوت على الفيديو تبعك انت مثلا ويشاهد محتواك. الصورة المصغرة كتير بتلعب دور وكتير مهمة. والشغلة الثانية اللي هي كمان مهمة اللي هي اسمها عنوان الفيديو. يعني انا لما بكتب مثلا عندي عنوان الفيديو مثلا يعني بشد المشاهد انا هون ساعتها بكون كسبت مثلا المشاهدين وممكن يشترك بالقناة وممكن ما يشترك بالقناة بس اللهم انه شاهد القناة. انا ما بشي مثلا بكتب عنوان فيديو مثلا غير الكلام اللي انا عم بحكيه قبل الفيديو او غير المحتوى اللي بقلب الفيديو. لازم يكون عنوان او في تناسق بينه وبين الفيديو اللي انت عم تحكيه او الكلام اللي انت عم تحكيه او بالمحتوى او بالموضوع اللي انت عم تتكلم فيه. طبعا من بعدها الشغلة الثالثة اللي هي الكلمات المفتاحية او الكلمات الدلالية. طبعا انا هذا مو محتواي ولا هو هذا موضوعي ولا هو هذا اختصاصي بس انا حبيت شارككم بعض النقاط او بعض الشغلات. وكل واحد بحب انه مثلا يعرف شو هي الكلمات المفتاحية او الدلالية او كيف بده يعمل عنوان فيديو او صورة مصغرة. طبعا اخواتي كل هذا موجود بس انا حبيت شارككم هاي الافكار اللي كنت انا مساوية. طبعا ما عم بحكي انا مثلا بالتفصيل عم بحكي انا ان شاء الله هو عبارة عن يعني شغلات دلالية او شغلات مفتاحية اللي انا ساويتها وعم خبركم عليها بس هاي هي. يعني طبعا اخواتي كمان عندك نقطة كتير مهمة هي انك تشارك فيديوهاتك على التواصل الاجتماعي. يلي عنده مثلا فيسبوك، اللي عنده انستغرام، اللي عنده سناب، تيك توك، اي شيء اخي الكريم انت فيك تنشر الفيديو اللي انت عملته اليوم مثلا عندك على صفحتك على الفيسبوك او مثلا على اي برنامج تواصل اجتماعي. والشغلة المهمة اللي فادتني كتير انا بالنسبة الي كمان هي تنزيل فيديوهات على الجروبات. انا مثلا بالنسبة الي جروبات الفيسبوك بالنسبة الي محتواي محتوى مثلا كناري او عصافير زينة. طبعا مثل ما قلت لكم اخواتي انا بالنسبة الي محتواي كناري او طيور الزينة بشكل عام يعني فبدخل بجروبات مختصة بنفس المحتوى يلي انا بتكلم فيه باليوتيوب تمام. مثلا جروبات الكناري، جروبات الحسون كذا، هذا محتواي انا فبدي ادخل على هذا على هاي الجروبات. انا مثلا محتواي كناري او محتواي طيور زينة ما بدخل مثلا بجروبات اللي هي الاكل او بالعكس صحيح. انا مثلا محتواي طبخ او اكل مثلا ما بدخل انا على جروبات مثلا كناري او مثلا جروبات اللي هي مثلا غير محتواي. انا بدخل على نفس المحتوى وبنشر الفيديو وهون ان شاء الله بيجيك مشتركين وبالمشتركين عم يشاهدوا. اذا حب قناتك رح يشارك بقناتك اخي الكريم اختي الكريمة ولح يشاهد الفيديو اللي انت نشرته. اختي الكريمة كمان في شغلة كتير مهمة انك انت تختار الوقت المناسب لجميع المشاهدين انه يشاهدوا الفيديو. مثلا ما بنزل فيديو انا مثلا الساعة 8 او الساعة 9 بالليل. انا كتير مثلا بعرف عالم بتنزل الساعة 12 بالليل او الساعة 9 بالليل. اخي الكريم يعني اختي الكريمة فهذا الوقت كتير صعب على المشاهد انه بجوز مثلا في عالم ما انا فاضية مثلا في عالم مثلا تعبانة في عالم مثلا نايمة. افضل وقت انك تنزل فيه الفيديو وحتى مثلا يلي ما له فاضي بالوقت اللي نزلت فيه الفيديو ممكن مثلا يشوفه بعد ساعة او ساعتين. هو افضل وقت من الساعة تقريبا الصبح الساعة 9 مثلا 10 الصبح للساعة 3 4 الظهر. فهذا افضل وقت. هلا بالنسبة للموضوع هو موضوع كتير مهم ونقطة كتير مهمة. طبعا هذا الموضوع اخواتي كتير فادني وكتير استفدت منه وبتشكر كل شخص وقف معي بهذا الموضوع بدون استثناء اي شخص كان. مشكور جميعا ان شاء الله من الاخوة والاخوات.
في عندك موضوع مهم انك تنزل اخي الكريم، خاصة المبتدئين، وهاي الشيء انا فادني كثير. بتنزل فيديو مدته 10 ساعات بطريقة سهلة هي وما فيها شيء نهائيا، انا نحول فيكم عليها. انا بالنسبة الي كثير فادتني، واسرع طريقة انك تجيب فيها 4000 ساعة مشاهدة. هاي الطريقة الفيديو هو نفسه بتنزله على قناتك، تمام؟ بتنزله شو محتواك انت. مثلا انا بالنسبة لي محتواي كناري، انا نزلت عندي تغريدة حسون 10 ساعات ونزلت عندي بالقناة، ما عملت له اي مونتاج ولا عملت له اي شيء، لانه هو ما عليه حقوق طبع ونشر، ما عليه حقوق طبع ونشر ويسمح بإعادة الاستخدام، تمام؟ انا فيني بامكاني اخذ الفيديو مثل ما هو، نزله عندي بالقناة وبستفاد منه، وتحصل 4000 ساعة مشاهدة ان شاء الله بوقت قياسي. يعني ما حدا يفكر انه مثلا والله انه هذا مثلا ممكن يضر لي قناتي. في كتير عالم مثلا حكيناها تخافت، تقول لك انه والله بخاف انا هذا يضر القناة ولا شيء. في عندك اذا مثلا هلا في كتير من الاخوات قناتها مثلا طبخ، تمام؟ بتقول لك انا مثلا شو بدي انزل؟ فيك تنزلي اختي الكريمه موسيقى، فيك تنزلي مثلا مناظر طبيعيه، اي فيديو فيك تنزله مثلا مدته 5 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات، 11 ساعه، اهم شيء ما يكون عليه حقوق طبع ونشر، واهم شيء يكون مكتوب فيه يسمح باعاده الاستخدام. انا بالنسبه لي هدول الشغلات يلي الله قدرني عليهم، او هدول هن اللي انا بعرفهم. في طبعا كتير شغلات انا مثلا ممكن ما بعرفهم او ممكن مثلا نسيتهم، بس بالنسبة لي هدول هن اللي بعرفهم، هدول هن اللي فضل رب العالمين اول شيء. وبعد هدول الشغلات اللي انا ساويتهم فعلت الحمد لله قناتي وانقبلت الحمد لله، واليوتيوب بعت لي ايميل انه قناتك اتفعلت وتم قبولها، وحبيت شارككم هاي الافكار اللي انا قدمتها لقناتي واللي انا عملتها لقناتي. وبرجع بتشكر كل اخ واخت اشتركوا بقناتي، وكل اخ واخت ساعدوني لحتى وصلت لهذا الشيء اللي انا فيه. فضل رب العالمين وفضل لكم، واتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق والسلام عليكم. هوني نسيت لكم على فكرة، وهي فكرة كتير مهمة. بعد ما تنزلوا الفيديو 10 ساعات، كل شخص بيعمل 10 حسابات تقريبا، اقل شيء 10 حسابات، 10 حسابات فيه يشاهد نفسه، تمام؟ وفيه هذا الفيديو 10 ساعات يبعته لأصدقائه، يبعته لقرايبينه، يبعته لأي حدا بيشاهد له فيه. حتى لو شاهد له مثلا من 5 حسابات، أقل شيء حيجي تقريبا 50 ساعة، تمام؟ إذا شاهد هو نفسه مثلا من 10 حسابات فلح يجي تقريبا مثلا لنقول 100 ساعة، يعني رقم كتير حلو. خلال يعني انت تصور انك انت عملت 10 حسابات وعم تشاهد الفيديو هذا 10 ساعات، تمام؟ 10 ساعات على 10 حسابات، عندك انت 100 ساعة جبتهم بيوم واحد. يعني تصور اخي الكريم اختي الكريمة، لو انه كل شخص عنده مثلا من قرايبينك او من اصدقائك اللي بتعرفهم انت 10 حسابات، تمام، بيشاهد لك باليوم 10 حسابات، بهالحالة هي انت عندك هون 100 ساعة باليوم، على 10 ايام عندك 1000 ساعة، وعلى 30 يوم عندك 3000 ساعة. يعني بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، اذا مو خلال شهر وعشرة ايام، خليها خلال شهرين بتتفعل القناة. بس الشغلة بدها ارادة وبدها صبر وبدها عزيمة.